هذا المسجد التاريخي المبارك عن سعادتي وعن شكري لله عز وجل، فالشكر يديم النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم الله علينا كثيرة لا نحصيها عددا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في هذه المدينة التاريخية المدنية العزيزة، هذه المدنية التي سجلت حضورها المشرف عبر تاريخ الجزائر المشرق، هذه المدينة كانت حاضرة في تاريخ الجزائر المضي، كانت حاضرة بصلحائها، كانت حاضرة بمجاهديها، كانت حاضرة بشهدائها، كانت حاضرة بعلمائها، كانت حاضرة بأوفيائها. والوفاء صفة عزيزة، لذلك وصف الله عز وجل بهذه الصفة الرجال، كما في سورة الأحزاب في الآية رقم 23 ربنا يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن صفة الوفاء صفة عزيزة نتلمسها في السابق واللاحق، نتلمسها ونحن نقرأ تراجم السابقين في هذه المدنية وفي بلاد الجزائر.